قال تعالى فإن تولوا فقل، لم يقل قل، قال فقل. الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. لما؟ ما الذي بعد قل؟ حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله، فيه تأكيد وتقرير أن الإنسان أحوج ما يحتاج إلى ربه إذا تخلى عنه الناس، فهنا تخلي. فإن تولوا، وقد تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هو أقرب الناس إليه، فماذا عليك؟ أن تعتمد على الله عز وجل. وإذا حصل محض الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، ماذا قال تعالى؟ قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي. ولذا إذا تقطعت بالإنسان الأسباب، يعني تجرد قلبه من كل سبب قد يتشبث به، إذا تجرد من هذا كله ولم يبق في قلبه تعلق إلا بالله عز وجل جاء والفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تقطعت به الأسباب. كفار قريش في حال الرخاء كانوا يتشبثون بآلهتهم، لكن إذا ركبوا البحر وجاءتهم الريح العاصفة وقذفوا بأصنامهم لم يبق في قلوبهم إلا الله عز وجل. فهنا قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم فنجاهم عز وجل، لأنهم جردوا قلوبهم في تلك اللحظة لله عز وجل، لكنه تجرد أعقب بإعراض. ولذا ذكر عز وجل أن الكفار لهم إنابة، لهم إنابة إلى الله عز وجل. قال تعالى في سورة الروم فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ما الذي بعدها؟ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم، يعني من المنيبين لربهم، يشركون. فنحن بحاجة جميعا إلى الاعتماد على الله عز وجل في جميع الأحوال، ولا سيما إذا انصرف عنك الناس يأتيك الفرج من الله عز وجل. فإن تولوا فقل، يقول قولا هكذا مجردا، يمكن أن يقول الإنسان توكلت على الله حسبي الله، ينفعه ذلك؟ لا ينفعه إلا إذا أصحب هذا القول بما في القلب، أي قل حسبي الله بقولك مع اعتماد قلبك على الله عز وجل. وإلا فكم من شخص يقول توكلت على الله وهو لم يتأمل ويتمعن في هذه الكلمة. وهذا هو شأن من وقع في بلاء وفي محنة، عليه أن يلهج بالحسب. ولذا كما عند البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.